الأطفال اللي بياخدوهم في إيطاليا من العائلات المصرية، احنا كنا عملنا حلقة متعلقة بهذه القضية، كنا صورنا حلقة في إيطاليا عن أطفال الهجرة غير الشرعية، ده موضوع منفصل تماما، يعني الأطفال اللي هم بيسافروا من مصر هنا على مراكب الموت ويوصلوا لإيطاليا، ده قضية منفصلة. في قضية معكوسة بشكل تاني خالص بقى، يعني في عائلات مصرية عايشة في إيطاليا، إيطاليا بتتشدد جدا، بتعتبر زي العديد من الدول الأوروبية بتعتبر إن الأطفال ليسوا ملكا لعوائلهم، يعني الأطفال ملك للإنسانية، فإذا شافت أب بيضرب طفله بالقلم كده ياخدوه منه، بياخدوا الابن أو البنت منه، إذا الابن أو الابنة يعني والأبناء أطفال يعني قدموا شكاوى في المدرسة في أي مكان إنهم يتعرضون للضرب أو المعاملة القاسية، بياخدوا منهم الأطفال وبيودوهم فين؟ لأسر إيطالية بتعيش معاهم، بيعيشوا معاهم الأطفال يعني. وحذرنا من هذه الظاهرة، قلنا إن في قوانينهم كده، فبتلاقي مثلا في أب أهمل في ابنه، سابه على رصيف مثلا ودخل يشتري حاجة، فالولد يعني حد لقاه كده قاعد لوحده بس، بيعتبره ده بمثابة انتهاك يعني، وإنه هذه الأسرة لا تستحق الطفل، وبياخدوا منهم الأطفال. عشان كده اللي هتشوفوه ده مراسلنا في إيطاليا صالح العمدة، صور لنا العائلات المصرية في ميلانو وهم عاملين احتجاج على الأطفال اللي بياخدوهم، السلطات الإيطالية بتاخدهم من آبائهم وأمهاتهم. من أمام بلدية تورينو ننقل لكم الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجالية العربية بتورينو بأسباب احتجاز الأطفال المصريين داخل الملاجئ الإيطالية. طبعا احنا يعني بنبذل أقصى ما عندنا النهاردة إن احنا نظهر الحق لأهل الأسر كلها، مش زياد فقط، ولكن معانا النهاردة زياد اللي هو طبعا يعني بالنسبة لنا احنا في قلبنا كلنا، لأن طفل صغير يعني أهله طبعا يعني ما تعرفوش عايشين إزاي، فكلنا بنتضامن معاهم ونتعايش معاهم. اذا عايزين ننجح الوقفه بتاعتنا النهارده ان احنا بنوصل صوتنا للبلديه، نوصل صوتنا للاعلام، يبقى كده اكتر حاجه عملناها، ما نقدرش نعمل اكتر من كده. واخدينه مني عشان مشي في الشارع لوحده بعيد عن البيت محطتي. انا دلوقتي 62 اسره. 62 اسره، كم بيت متدمر؟ كم اسره اتدمرت دلوقتي؟ بقاله سنه 8 شهور، حرام عليكم. اما دي بتنام ازاي من غير ولادها؟ من غير ابنها بعيد عنها. انا مش شايف ان هي ما ارتكبتش اي اخطاء علشان الطفل بتاعهم يتحجز منهم او حاجه زي كده. انا عايز اعرف هي عملت ايه ده كله؟ اللي عمل حاجه لام زياد يجي يقف يقول انا عملت، لكن ما فيش حد بيعمل حاجه لاي حد. ان شاء الله القضيه بتاعت زياد لسه فيها استئناف، الاستئناف معروض حاليا على المحكمه، بعد الاستئناف فيه نقض، بعد النقض فيه المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان اللي هي تعلو الحكم القضائي بتاعها، بيعلو على الحكم القضائي الصادر من القضاء المحلي في إيطاليا. طبعا زي ما قلت لكم على العائلات، يعني انت بتتكيف مع المجتمعات اللي انت بتعيش فيها، لكن في نفس الوقت كمان يعني اتمنى انه على السفارة المصرية ان تتدخل، لان ده مهما كان الخطأ، يعني هل ممكن ان في طفل يتربى بعيدا عن ابيه وامه؟ يعني حتى طبعا هي بتقول لك ايه، انا سبت ابني ماشي في الشارع لوحده، يعني تعرفين عندنا هنا العيال ممكن تنزل في كده فيشتري حاجة من عم عبده البقال، هناك مفيش ده، طفل ماشي بس كده، ايه ده؟ الطفل ده فين الأب فين الأم؟ يبقى فيه إهمال شديد، بياخدوا الطفل
على طول تشايلد ابيوز وياخدوهم لل ان ده انتهاك للطفوله وبياخدوهم يقعدوهم في مع اسر ايطاليه او في بعض الجمعيات المخصصه لذلك. مآسي بقى. بعض الاطفال طبعا ما بترجعش تاني، بعض الاطفال بيحصل تغيير في الهويه تماما، يعني بيفقد هويته، فده الحقيقه احنا ندق ناقوس الخطر بهذه القضيه. واحنا